وفجرت التحقيقات مفاجأة أن المغص والتقلصات التي أصابت الفنان الشاب كانت نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، وأنه يوم إصابته بالإعياء كان عائدا من الجيم ومرهق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. الحقيقة حلقة النهاردة تعتبر من أهم وأقوى الحلقات اللي أنا بقدمها في القناة، لأنها بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع المواد الخطيرة والمكملات اللي بيستخدموها الشباب واللي بتستخدمها كمان البنات على حد سواء، علشان يعني هما فاكرين الحاجات دي بتبقى كويسة وبتبني عضل وبتساعدهم إن هما بقى يعملوا شيب أجمل ويخسوا بشكل سريع. لكن للأسف المواد دي كل يوم بتضيع حد، وكل سنة مفيش، يعني بنسمع عن أكتر من حالة بسبب المواد دي توفت. فكان لازم النهاردة نتكلم عنها، وخاصة إن الأدوية اللي أنا هتكلم عنها النهاردة موجودة في كل بيت في مصر والوطن العربي، يعني مفيش بيت مفيهوش أي مادة من الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة. فحلقة النهاردة هتتقسم لثلاث حاجات مهمة. أول حاجة، إيه هي الأدوية والمواد الخطيرة والمكملات والحاجات اللي ما ينفعش نستخدمها لأنها كلها بتؤدي لا قدر الله للوفاة. طيب إيه هي تاني حاجة، الحاجات الآمنة اللي أنا ممكن أستخدمها بأمان في الجيم وما أقلقش منها ومش هتعمل لي أي مشكلة. وتالت حاجة مهمة جدا، أعمل إيه في حالة حدوث هبوط في الدورة الدموية، وإزاي أعرف إنه ده هبوط، يعني إيه العلامات اللي بتقول لي الكلام ده. خليكم معايا لأنها هتكون حلقة مهمة جدا. طبعا قبل اي حاجة بطلب منكم طلب كده انساني ان انتم تشاركوا الفيديو مع كل حد وكل الناس، وخاصة اي بيت فيه شاب بيتمرن في الجيم او بنت بتروح الجيم، لازم تشاركوا معهم الفيديو لانه المعلومات اللي هقولها النهاردة هتكون في غاية الاهمية. طبعا زي ما انتم عارفين انه سبب الوفاة كان هبوط في الدورة الدموية نتيجة اخذ منشطات بتسرع بناء العضلات. وعشان كده خلينا نتكلم عن الحاجات الممنوع والمواد الخطير ان انا اروح ناحيتها في الجيم او مثلا اشتريها من اي حتة برة. في ثلاث حاجات ما ينفعش ابدا اقرب منهم وما ينفعش افكر ان انا اخدهم. اول حاجة، وهي حوارق الدهون اللي انا معرفش مصدرها، وخاصة حوارق الدهون اللي هي بتسمى الصينية او اللي معمولة تحت بير السلم، وللأسف انا بلاقي ناس كتير جدا مقبلة عليها. الامثلة بتاعتها الهارفا، التيربو سليم، الزوريل، الستارفيكس، كل الحاجات دي، وكمان احنا اتكلمنا عنهم في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يقدر يشوفه من الدايرة اللي هتظهر فوق. كل الحاجات دي بتعمل مشاكل خطيرة جدا في الكلى وفي الغدة الدرقية، ومشاكل في القلب، وبتسبب هبوط في الدورة الدموية مع الوقت. فلو من فضلكم يعني لو سمحتوا لو بتستخدموا اي دواء من الادويه دي اللي احنا اتكلمنا عنها واللي دايما بننصح انه بلاش نستخدمها، توقفوها فورا، لاني اضرارها رهيبه جدا، غير ان احنا اصلا ما نعرفش هي بتشتغل ازاي في الجسم. فابعدوا عن اي دواء من الادويه دي. تاني حاجة بقى مهمة جدا جدا، وهي المنشطات زي الكليمبترول والداينابول والسي فور. فكرة المنشطات ايه هي؟ المنشطات دي عبارة عن حاجة الناس بتاخدها في الجيم او بتاخدها في صالة الرياضة علشان تزود من الاداء وتحسن من الاداء. فالشخص بدل ما مثلا متعود يلعب 10 عدات، هتلاقي نفسك انت المرة الجاية لعبت 20 عدة او 25 عدة، وبالتالي طبعا الاحساس بان انا بلعب افضل يعني بيسيطر على الواحد، وبيبدأ طبعا يزود في الجرعات لانه بقى دي حاجة منشطة يعني. بس للأسف المنشطات دي ليها أعراض خطيرة جدا ونتائج خطيرة جدا. أول حاجة بتعمل تضخم في عضلة القلب وطبعا بتسبب الوفاة. تاني حاجة بتعمل زيادة في معدل ضربات القلب، وبالتالي برضو بتعمل السكتة وبرضو بتؤدي إلى الوفاة. وطبعا من أهم ضحايا المنشطات لاعب كمال أجسام مشهور جدا، عمره كان 26 سنة، اسمه دالاس ماكارفر، تقدروا ترجعوا طبعا لقصته. ده توفي بسبب المنشطات. فبالتالي من فضلكم لو حد بياخد منشطات بلاش، ابعدوا عنها تماما، لانها يعني 80% من الحالات بتسبب التضخم في القلب وبتسبب الوفاة. تالت حاجة بقى مهمة جدا، وهي الهرمونات. الهرمونات طبعا منتشرة جدا، وفي ناس يعني انا بسميهم مافيا الهرمونات، ودول موجودين تلاقيهم في الصالات الرياضية، تلاقيهم موجودين في السوشيال ميديا في كل حتة، يقنعك ان هو هيبيع لك الصنف ده ويقول لك ان هو بيزود حجم العضلات. وما تقلقش، انا هقولك تستخدمه ازاي، وهقولك ازاي تستخدمه بدون حدوث اضرار، وطبعا انت تقتنع.
الهرمونات زي هرمون التستوستيرون من الحاجات السيئة جدا اللي بيعملها. أول حاجة طبعا أنه بيسبب العقم، بيسبب تضخم في عضلة القلب، بيسبب سكتات قلبية مفاجئة، يعني فجأة كده لا قدر الله الواحد يجيله سكتة قلبية. ده غير طبعا أنها بتسبب تضخم في حجم الثدي عند الرجال، وبالتالي طبعا بتبقى يعني الحاجات السلبية بتاعتها كتير جدا. ولازم لازم لو حضرتك يعني كنت بتاخد هرمون أو مثلا اتعرض عليك أنك تاخد هرمون، لا ترفض على طول وتلجأ للحاجات الآمنة. طيب بقى نيجي لتاني نقطة مهمة جدا في الفيديو، ايه هي المكملات الامنة اللي انا اقدر استخدمها في الجيم ومفيش منها اي مشكلة؟ اول حاجة البروتين، والبروتين ده معروف جدا وهتلاقوه مشهور، هتلاقيه مثلا في الصالات بيتباع، صيدليات، ده اول مكمل امن جدا معانا. وتعالوا اقول لكم بيعمل ايه. البروتين هو مكمل غذائي مستخلص من الحليب البقري، بيعمل فوائد مهمة جدا للجسم. اول حاجة ان هو بيحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك، تاني حاجة ان هو بيساعدك انك تخسر دهون، تالت حاجة ان هو فيه نسب قليلة جدا من الدهون والنشويات والحاجات دي، فبالتالي هو مثالي جدا بالنسبة للاعبين كمال الاجسام اللي عايزين يزودوا وزنهم من غير ما يزودوا دهون، يعني يزيد الوزن بشكل العضل او بشكل الكتلة العضلية. فيعتبر البروتين مهم جدا وآمن ومفهوش أي مشكلة، وتقدر تستخدمه ومش هيبقى فيه أي أعراض جانبية أو أي حاجة. تاني مكمل مهم جدا معانا وهو مكمل الكرياتين. الكرياتين حاليا من اهم واقوى المكملات الموجودة في السوق. اول حاجة ان هو برضو بيساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية، ده غير ان هو بيحسن من اداء الرياضات وخاصة العنيفة بنسبة 15%، وبيدي قوة وباور وسرعة في التمرينات. مش بس كده، ده كمان بيساعد ويحسن من وظائف المخ بشكل كبير. تالت حاجة بقى مهمة جدا جدا وهو مكمل الجلوتامين. الجلوتامين ده اصلا بيدخل في التكوين العضلي بنسبة تقريبا 61%. اللي بيحصل بقى انك اثناء التمرين لما بتبدأ تتمرن بيبدأ الجلوتامين يقل في جسمك، وبتبدأ بقى تستنزفه وتحس بتعب واجهاد وارهاق. ومش بس كده، علشان ترجع نسب الجلوتامين دي ترجع تاني في جسمك لنسبها الطبيعية بتاخد تقريبا 66 يوم. فعلشان كده بقى لما نيجي نستخدم مكمل الجلوتامين، اول حاجة ان هو بيساعد على شفاء العضلات بعد طبعا تعب التمرين، تاني حاجة ان هو بيزود افراز هرمون التستوستيرون وبالتالي بيزود رفع حرق الدهون وبيرفعها بشكل كبير، تاني حاجة ان هو كمان بيعمل بناء للعضلات، ويعتبر الخيار الافضل للناس اللي هي عايزة تعمل تنشيف وعايزين طبعا ايه يبنوا كتلة عضلية ويقللوا دهون في جسمهم. فمكمل الجلوتامين ده يعتبر مهم جدا. يبقى كده لو استخدمت البروتين، الكرياتين، الجلوتامين، الحاجات دي كلها آمنة جدا عليك، ما فيهاش اي مشكلة، بدل ما تستخدم منشطات، هرمونات، ادوية بير سلم، حاجات انت ما تعرفش هي ايه، ولا قدر الله يحصل لك يعني تعب في القلب، فالافضل ان احنا نستخدم الحاجات الآمنة. نيجي بقى الجزء مهم جدا في الحلقة، ازاي اعرف ان انا عندي اعراض هبوط في الدورة الدموية، او ايه هي العلامات اللي بتحصل على الجسم وبتبين انه في بداية هبوط. اول حاجة انخفاض كبير في درجة حرارة الجسم، تاني حاجة حدوث كده رعشة، الجسم كله بيبقى بيترعش، ده غير انه بيبقى في ضيق في التنفس، واحد مش قادر ياخد نفسه، ده غير طبعا انه بيحصل عرق شديد على الوجه على الكفين. مش بس كده، ده بيبقى في ضعف في معدل ضربات القلب، واخيرا بيبقى في دوخة وغثيان، واخر حاجة هو فقدان الوعي. طيب نعمل ايه بقى لو حصل اي حاجة من اعراض هبوط الدورة الدموية؟ اول حاجة لازم تفتحوا المكان اللي انتوا فيه، افتح الشباك، افتح بلكونة، يعني حاول تقف في مكان فيه هواء مفتوح. طيب لا يا دكتورة انا مش قادر اصلا اقف، يعني انا محتاج ان انا تعبان قوي ومش قادر اسند طولي، خلاص يبقى تستلقي كده يعني على ظهرك وترفع رجلك، بحيث ان هو لما ترفع رجلك هيبقى فيه دم يوصل اكتر للمخ، وبالتالي دي بتبقى حاجة من الحاجات كويسة جدا بالذات يعني في الاسعافات الاولية. ثالث حاجة تحاول تتصل
بأقرب حد ليك وتكلم استقبال مستشفى علشان ييجوا يعملوا لازم. أتمنى أني أكون قدرت أفيدكم وأقدم لكم معلومات مفيدة. النهاردة مش هطلب لا لايك ولا سبسكرايب، يكفيني جدا أن أنتوا تشاركوا الفيديو مع الناس وتشاركوه مع الشباب، أو لو بتعرفوا أي حد أو أي شاب بيتمرن وبيروح الجيم، لو تعرفوا أي حد بيحاول يخس الحقوهم علشان ما ياخدوش الأدوية الغلط ولا ياخدوا أي حاجة، يستخدموا الحاجات اللي هي آمنة جدا عليهم. إن شاء الله ربنا يحمي جميع الشباب، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.